يعتبر مركز فرز وإعادة التدوير النفايات واحدا من أبرز المشاريع التي تم إنشاؤها بعمالة مقاطعة سيدي البنوسي، والذي يهدف إلى مكافحة الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تمكن المشروع من تحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لفئة النباشين أو جامعي النفايات، وتحسين ظروف عملهم وتوفير إطار مناسب لحياة كريمة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم المشروع في تحويل النفايات إلى مواد قابلة للتسويق وتوفير فرص عمل دائمة. النفايات كنقوموا بالفرز ديالها وكنقوموا بالتهيئه ديالها على حسب المواصفات اللي كيطلبوا لي ريسيكلور ونبعثوا لهم. اليوم حنا وضعنا واحد الخطه باش هذا المشروع هذا يولي فيه واحد الوحده جديده ديال 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 لو ريسيكلاج ديال البلاستيك. وهذا المشروع بفضل التاطير ديال المبادره الوطنيه وبفضل الشركاء الصناعيين وبفضل التمويل ديال امسيا مروكو في الشق ديال فونزيد، استطعنا باش نوضعوا جميع اللمسات. حنا الحمد لله اليوم في طور انهاء جميع الاستعدادات باش نقوموا بالتدشين ديالو في القريب العاجل ان شاء الله. واليوم يسعى المشروع الى النمو والتطور من خلال اقامه شراكه مع القطاع الخاص. ستساهم هذه الشراكه في توسيع النطاق المركزي وزياده حجم النفايات التي يتم جمعها. ولم يعد دور المركز يقتصر على التجميع فقط، بل من خلال هذه الشراكة سيتمكن من إعادة تدوير تلك النفايات وإنتاج منتجات بلاستيكية، مما يشكل خطوة جديدة نحو الاستدامة. كشركة متخصصة في تحويل المواد البلاستيكية وفاعل اقتصادي بالمنطقة الصناعية سيدي البرنوسي، ارتئينا باش ندخلوا في شراكة مع مركز الجمع وفرز النفايات بهذه المنطقة للنهوض بها، وهذا الشيء باش يتحول المركز لوحدة صناعية للتتميم وإعادة تدوير النفايات خاصة البلاستيكية اللي غادي يتم التدشين ديالها الأيام المقبلة القليلة. الدور ديالنا بهذا المشروع تمثل في المساهمة في بناء التوسعة الجديدة المخصصة لهذا الغرض، وأيضا وضع الخبرة ديالنا في المجال من أجل النهوض بهذا المشروع والسير به للأمام. تطوير مراكز مماثلة سيشجع على الاهتمام بالاستثمار في هذا القطاع، وسيقلص من حجم النفايات المنزلية والمماثلة، بالإضافة إلى المساهمة في إعادة تدويرها. ومن المتوقع أن يتم إنشاء فرص عمل لفئة جامعي النفايات وخاصة بالنسبة للنساء، مما يعزز فرص التوظيف ويساهم في التنمية بشكل عام.